السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا اون فورم. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم، رجعت لكم بواحد لا فيديو نتمنى انها تعجبكم وتاخذوا منها افكار. غتكون عباره عن روتيني المسائي من بعد ما كنرجع من العمل وكيرجعوا الدراري من المدرسه، فنتمنى انه يعجبكم وتاخذوا منه افكار. اسمحوا لي بزاف البنات على الصوت، لان شويه صوتي مبحبح ضربني البرد، فكنتمنى انه يكون واضح. المهم، في طريق العوده دزت مباشره نتقداها كشي حويجات، وداك لو غيون اللي كان فيه السونيات لقيت باقي فيه التخفيضات بالنسبه للاخوات اللي كانوا سولوني وسولوني بزاف في التعليقات. هاد السونيات ديال الفضه اللي كنت خديت اخر مره مدورين، لقيت البنات بان التخفيضات مازالت مستمره، وكاين الانواع كثيره كيف ما كتلاحظوا، هذوك المربعين، هذوك المدورين، الشكيلات فريمون البنات زوينين بزاف. واللي بان ليا اليوم هو ان حتى البرارد نقصوا عليهم الاثمنه، يعني ديك المره ما كانوش البرارد اون بروموسيون، مي دابا هانتوما كما كتلاحظوا البيضات سواء الصغار أو الكبار عليهم تخفيضات اللي رائعة جدا. هاد البراد الصغير هذا عجبني بزاف البيت، راني خديته الثمن ديالو فقط كيبقى كما كتلاحظوا ب 112 درهم. هذا شكله زوين هكذا وتقدموا فيه الشاي بواحد الطريقة فردية أو لجوج ديال الناس في واحد السوينية صغيرة، كيجي زوين بزاف. كنتمنى البنات اللي سولوني في التعاليق يكونوا كيشوفوا هذا الفيديو اليوم. المهم البنات، من بعد ما رجعت للدار وتخديت داكشي اللي كان خاصني غندير الوجبه ديال الكوتي. المهم هنايا حضرت واحد البسبوسه من البارح، ما نقدرش نحضرها اليوم لان ما بين الوقت اللي كنرجع فيه من الخدمه والداري من المدرسه ووقت النوم دغيا دغيا كيدوز الوقت، دونك هذه حضرتها البارح وقلت غادي نخليها يا اما للفطور اولا الكوتي. بالنسبه للبسبوسه راني حضرتها معكم عده مرات بطرق مختلفه، حضرت معكم ديال الشوكولاته، ديال الفانيليا، وهذه ديال البرتقاليه اللي كتعجب ولادي بزاف، كتجي هكا زوينه ولذيذه والسميده يعني كتبقى احسن من الدقيق الابيض، فكنصحكم انكم تجربوها غادي تعجبكم بزاف. البنات اللي بغيو هاد المقادير هادي راها كاينه في القناه. فهاد الاثناء تقريبا راه خداو الدراري الكوتي، تفرجوا شويه في التلفاز، داروا لي ديفوار، دونك الوقت اللي كيجمعوا فيه هكا الادوات ديالهم، جالسين في هاد التابي جديد بغاو يجربوه، دونك حطوا الادوات كاملين هنا. وفي نفس الوقت كنفيريفي معاه هكا الادوات لا كاين شي حاجه خصنا نحيدوها اولا نقصوها، لان كما تعرفوا دابا واخا كيمشيو للمدرسه فكاين بعض الادوات اللي ما كيستعملوهمش يوميا، وبعض المرات كيبقى هازهم في ظهره، فهنايا كنحاول ما امكن نشوف شنو خصني نقص ليه وصافي. من بعد غادي نخليهم شويه يلعبوا وغادي نمشيو مباشره باش نحضر الوجبه ديال العشاء. غادي نحضر اليوم واحد الكيش بالدجاج ولا زيبيناغ، كتجي رائعه جدا البنات، لذيذه وهشيشه وفي نفس الوقت صحيه. هنا عندي تقريبا واحد 300 غرام من الدقيق الابيض، معلقه كبيره ديال الزبده كما لاحظتوا بحاره المطبخ من الاحسن، شويه ديال الملحه، وعندي بيضه. غنحرك هاد العناصر مزيان بالاطراف ديال الاصابع تنحصل هكا على واحد العجين اللي يكون مرمل. وبالنسبه لاباتا كيش ما كنعكسش عليها نهائيا البنات، لانها سهله ما كتاخذش الوقت نهائيا، دغيا دغيا البنات كتجمعوها وكتسرحوها، ماشي بحال شي حاجه اللي غادي تضيعوها في الوقت اولا خصكم تعجنوها وتدلكوها، فهي الوحيده اللي كنقدر نديرها ملي ما يكونش عندي الوقت بزاف وكنتشهاوها. من بعد ما كنحصل على هاد العجين كيكون مرمل بهذا الشكل هذا، الان غادي نجمعوا بيضه كامله وغنضيف شويه ديال الماء الدافي، يعني ميزانيه، يعني غير باش نجمع العجينه ديالي ما نكثرش وفي نفس الوقت ما نخليهاش قاصحه بزاف. وغير الاشاره بالنسبه للاخوات اللي بغيو لاباتا كيش اللي تكون هكا حلوه للحلويات، كدير نفس المقادير غير كتضيفوا عليها فقط السكر وساشي ديال الفانيليا. العجينه ديالي ها هي واجده الان، غادي ندير شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل بطبيعه الحال من بعد ما غسلته مزيان ونشفته، وغادي نبدا ندير واحد الكويره ونجمع هكا العجينه ديالي بواحد الطريقه اللي تجي مجموعه مزيان، ومن بعد غنبدا نسرحها. الا كنتو البنات محضرينها وعندكم الوقت سواء غتقصروا في العشيه اولا مثلا محضرينها للغدا عندكم الوقت قدامكم، يمكن لكم تخليوها واحد نصف ساعه في الثلاجه عاد تخدموها من بعد. انا بما انني يعني مزروبه شويه وخصني نعشي الدراري لانهم خصو يمشيو ينعسوا، فغادي نسرحها مباشره. هنا كيف ما لاحظتوا سرحت العجينه ديالي على شكل دائره، وغنديرها في واحد الاناء دائري، يمكن لكم طبعا الحال ديروها كيف ما بغيتوا سواء بالقوالب صغيره فرديه اولا ديروها في واحد الصينيه الفرن، المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. هنا عندي واحد الاناء دائري وغنوريكم البنات واحد الطريقه باش توضعوها في الاناء بلا ما تهرس لكم اولا تقطع
بواحد الطريقه اللي سهله بزاف، بالخصوص الا كان عندكم واحد الاناء دائري. كتقلبوها على هذا الشكل هذا الى نصفين، من بعد كتزيدوا تقسموها تقطعوها عفوا او تقلبوها الى مثلث وتوضعوها في الوسط بهذا الشكل هذا، يعني داك الراس ديال المثلث يكون في الوسط، وتحلوها بهذا الشكل هذا، وهكذا العجينه ديالكم ما كتقطعش ويمكن لكم تحطوها بسهوله وتجيكم هكا مقاده. صافي، هنا من بعد ما سرحت العجينه ديالو حيد كاع دوك الزوائد اللي كيكونوا في الجوانب، غناخذ الان واحد الكوردون او واحد الفورشيت ونبدا ندير هكا واحد التقيبات باش من ندخلها للفران ما تنتفخش. اما بالنسبه للفران فانا غندخلها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق فقط يولي اللون ديالها ذهبي، عاد من بعد غندير الحشوه ونعاود ندخلها للفران مره اخرى طيب. وطبيعة الحال غنمشي نحيد هاد المعينة الدابة اللي حضرت فيهم الكيش أو العجينة ديال الكيش، نغسلهم باش متبقاش عندي الكوزينة مرونة، لأن كيما قلت لكم راه كما كاين غير الجرة وخصني كلشي الصباح عندي نقي باش نقدر الصباح نحضر الوجبة ديال الفطور. صافي، هنايا البنات غادي نمشي باش نحضر الحشوة. كما لاحظتوا تما فواحد الكاسرول عندي لي زيبينار كنسلقهم تقريبا واحد نصف سلقة في الماء، ودرت لهم شويه ديال الملحه. وهنايا غادي ندير الدجاج، يعني الدجاج اللي عندي انا حضرته اولا قطعته الى قطع، صدر ديال الدجاج. هنا عندي البصله مع الثومه غنشحرها مزيان بزيت الزيتون وشويه ديال الملحه والابزار، غنخلي هاد العناصر كلها تدبل مزيان فوق النار، عاد غادي نضيف عليها القطع ديال الدجاج. وبالنسبه للقطع ديال الدجاج انا خرجتها من الثلاجه، كانت عندي في المجمد، خرجتها من الثلاجه في الصباح بكري، يعني هاد الصباح بكري، وشرملتها وخليتها على جنب حتى العشيه، عاد طيبتها يعني الوقت اللي غتطلق فيه الدجاج ديالي وغيشرب مزيان داك الاقامه. وعامة يعني في الايام ديال الاسبوع كنكون عارفه شنو غادي نطيب في المساء، يعني الوجبه الوحيده اللي كنجتمعوا فيها هي الوجبه ديال العشاء، فكنكون عارفه شنو غادي نطيب قبل. يعني الا كانت خصني شي حاجه نخرجها من الثلاجه وخصها ديكونجي على خاطرها كنديرها في الصباح بكري، اولا كنت شي حاجه غادي نوجدها نقدر نجيب معايا المقادير ديالها في طريق العوده. يعني كنحاول ما امكن اني نكون عارفه شنو غادي نطيب باش ما نبقاش نفكر بزاف وما نبقاش نضيع الوقت بزاف. كذلك سينو بالنسبه للاخوات اللي كانوا يسولوني قالوا لي ايمان واش كتوجدي مثلا الاكل ديال الاسبوع كامل، لان ما كيكونش عندك الوقت وسط الاسبوع. فالبنات انا ما كنوجدش نهائيا يعني كميه كثيره من الاكل، انا ما تنفضل انني ناكل كل نهار حاجه طريه، يعني باش نحضر الاكل ديال الاسبوع ونوضعه في الثلاجه ما تنقدرش نهائيا. عمرني الصراحه ما جربتها وما كنظنش انني غادي نديرها، فانا كنصحكم كل ما كانت الحاجه طريه كل ما احسن، يعني الحاجه نقدر نحضرها ونديرها في الثلاجه اولا في الفريغو بحال شي حاجه، يعني مثلا شي مملحات اولا شي مسمنات، شي حاجه اللي غتنفعني من بعد غير نسخنها. اما الاكل في حد ذاته يعني الدجاج اولا اللحم اولا الكفته اولا هكا الاطباق اللي كتكون ديال الطويجنات اولا ديال الاكل بصفه عامه ما كنوجدهاش قبل، فكنفضل دائما انني نطيبها في الوقت ديالها وتناولها هكايا طريه. والنهار البنات كيكون ما فيها ما يدير حتى شي حاجه، لان بعض المرات كتبغيو توصلوا للدار غير ترتاحوا، بالخصوص في الايام الاخرى ديال الاسبوع، فكنكوموندي شي حاجه كتوصلني حتى للدار اولا اون سوفي ان ريستو مع الدراري على برا، يعني كيبقى داكشي اوفير، يعني ما كنعيش راسي بزاف، وفي نفس الوقت كنحاول ما امكن انني ندير واحد ليكيليبغ وننوع في الاكل ما امكن. هنا حيت لي زيبينار من فوق النار غادي نشفهم مزيان، وفي هذه الاثناء الدجاج ديالي كما لاحظتوا راه دبل مزيان مع داك البصله والثومه والملحه والابزار. الان غادي نضيف القزبر ومعدنوس ونحرك مره اخرى هذه العناصر مزيان مع بعضها دائما مع زيت الزيتون، وصافي ها هما هالحشوه ديالي راها واجده. غنضيف عليها لي زيبينار وغادي نوضعها تبرد شويه الوقت اللي غادي نخرج هذاك الكيش من الفران. كيف ما لاحظتوا البنات ما ضفتش نهائيا العطريه، لان اصلا الدجاج راني رقدته في العطريه ديال الدجاج كامله، دونك زدت فقط الملحه والابزار. اما بالنسبه لاباري اولا الصلصه اللي غادي ندير في الكيش، هنايا عندي بالنسبه للمقادير جوج ديال البيضات، عندي الكريمه الخاصه بالطبخ، عندي الجبن موتزاريلا، شويه الملحه وشويه الابزار، يعني فقط هادو هما العناصر. غنبدا نطرب البيض هو الاول مع الكريمه، نحرك العناصر مزيان مع بعضها، ندير الملحه والابزار ونضيف في المرحله الاخيره الجبن.
بطبيعه الحال بالنسبه للكريمه يمكن لكم تستعملوا اي كريمه، الا ما كانش عندكم متوفره يمكن لكم تستعملوا واحد الياغورت طبيعي. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال القزبر معدنوس، كيبقى دائما اختياري لان اصلا الكيش عندنا فيه القزبر معدنوس وفيه لي زيبينار، فهذا كنبقى لي غير واحد شويه في هذاك اللي قطعت، فقلت غادي نضيفه وصافي. دابا الان في اخر مرحله غادي نضيف نصف الكميه من الجبن ديال الموتزاريلا. بالنسبه للجبن نفس الشيء، يمكن لكم تستعملوا اي اجبان عندكم في البيت وصافي. غادي ناخذ لاباتا كيش ديالي من الفران من بعد ما تحمرات شويه، وغادي ندير الحشوه ونضيف هذاك لاصوص، ومن بعد نضيف عليها الجبن في اخر مرحله وندخلها مره اخرى لبنات الفران غير الوقت اللي غادي يبدا ينتفخ داك الكيش ديالي وداك البيض هكا يبدا يعقد، ونحيدها ونقدمها ساخنه في الوجبه ديال العشاء. كنحاول ما امكن نوزع الخليط بواحد الطريقه هكذا اللي متساويه باش نغطي كاع هذوك الجوانب ويجيني هكا عامر من القناه كاملين وصافي. غادي نوضع الان الجبن. بالنسبه للفران راه باقي مشعول لاني الا خرجت منه لاباتا كيش، غادي نخليها هكا يبقى سخون باش من ندخلها تعقد بسرعه وتطيب هكذا بسرعه تتحمر مزيان ولي عندي واحد الشكل او واحد اللون اللي هكذا ذهبي. عاد صافي من بعد غادي نقدمها، وفي هذا الاثناء غادي نمشي نشوف شنو ندير. يعني غنحاول ما امكن اني نغتنم الفرصه هكا ونربح الوقت وندير او ميم طون حوايج اخرين. واول حاجه غنبدا بها البنات هي البوطه، غادي نقيها بسرعه نحيد كاع داكشي اللي كنت اللي طيبت عليها لان كان فيها اتاي ديال الكوتي وفيها هادشي اللي طيبت الان ديال الكيش. فالبوطه الا ما حيدتهاش دابا البنات كتولي حالتها من بعد، وفي الصباح انا ما تيعجبنيش نخدم على البوطه اولا نطيب عليها شي حاجه في الصباح وهي موسخه، دائما كنحاول نحيدها عليا من الطريق. دونك هنا غادي ندير داك المسحوق اللي دائما كنشارك معكم ديال بيم اللي رائع جدا البنات وكيخلي البوطه ديالكم تخرج كتشعل. كندير في الاول واحد لا بروميير كوش ونخليها تفاعل هكذا مزيان، عاد كنبدا ندوز عليها. وملي كتحكوها دغيا دغيا كتخرج ما كتبقاش نهائيا هكا فيها شي حاجه اللي قاصحه اولا شي حاجه اللي لاصقه، لان هذا البرودوي هذا بحال قلت البنات كيرطب كاع داكشي اللي لاصق. غنخلي البنات بهذا الشكل هذا، غنخلي هذا المسحوق يتفاعل مزيان فوق البوطه، وغادي نمشي باش نحضر الوجبه ديال العشاء ونتعشاو ونرجع عاد غنوريكم النتيجه. يعني كت فريمون كل ما خليتوها هكا كترقد مزيان وكيتفاعل داك المكون كل ما كتخرج لكم احسن. وكيكون البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيش من بعد ما كنخرجوا من الفران، كيجي رائع جدا ولذيذ ومقرمش. هذيك لاباط كتجي مقرمشه وفي نفس الوقت هشيشه. بالنسبه للحشوه ديال الدجاج مع لي زيبينار كتجي كذلك رائعه البنات، نون سولمون صحيه ولكن لذيذه حتى في المذاق. قدمتو بواحد الطريقه فرديه ورافقته مع السلطه. المهم تما عندي شويه ديال الخبز المحمص لاني سخنت شويه لاصوب بقات عندي من البارح فرافقتها مع الخبز المحمص. وهذا هو الشكل ديال الكيش كما كتلاحظوا من بعد ما كنقطعوه كيجي زوين بزاف ولذيذ. كنصحكم البنات انكم تجربوه غيعجبكم ويعجب وليداتكم لانه صحي بزاف ولذيذ في نفس الوقت. من بعد ما تعشينا وديت النوم الان غنرجع للكوزينه باش نحيد عليا البوطه، غنعاود ندير لها واحد الحكه بسرعه بداك بنفس لو شيفون اللي كان عندي قبيله، ونعاود ما امكن هكذا نحكها. وغادي نمسحها مباشره بواحد السيرفييت اللي تكون فازقه وصافي. غادي نمسح هذا الشيء كامل بسرعه، يعني ما كنديرش فيها مجهود نهائيا مع ان كان فيها اتاي لاصق وكان فيها كذلك هذوك البقايا ديال الليدام اللي طيبت ديال الدجاج. فكما كتلاحظوا كتخرج فريمون كتشعل البنات. هذا المسحوق هذا ديال بيم كنتو نتوما نصحتوني به وكنشكركم لانه فعلا رائع جدا. Thank you.
وصافي هذه هي النتيجه كما لاحظتوا كتخرج فريمون كتشعل. بالنسبه للرؤوس راني ما غسلتهمش اولا ما حيدتهمش لان ما درتش داك التنظيف العميق، درت فقط يعني هكا واحد المسيحه بسرعه باش تبقى عندي البوطاغاز نقيه. اما بالنسبه للتنظيف العميق راني كنديرو من بعد، كنحيد الرؤوس وكنحيد كاع هذوك المفاتيح اللي كيفتحوا البوطا الى اخره. بالنسبه لهاد الشبكات هادو حتى هما راهم نقيين، غادي نعاود نمسحهم بواحد السيرفييت فازقه ونعاود نرجع كل حاجه لبلاصتها. وكيف ما دوزت على البوطه دوري انا ندوز الاماكن اللي حداها سطح العمل كامل. علاش؟ لان قريب للبوطه وكاع داكشي ديال اللي دام وداكشي ديال هكا داك الطبايع راهم كيوصلوا لديك البلايص كاملين، فغندوز عليها بالمعقم باش غدا ان شاء الله في الصباح نلقى الدنيا نقيه ونلقى فين نوجد الوجبه ديال الفطور. نفس الشيء بالنسبه للمعينات، راني حيدتهم عليا ملي كنت كنطيب قبل العشاء، وميم طون اي حاجه وسختها كنديرها في الحوض كنكب عليها الماء وكنغسلها بسرعه، لان الا بقيت كنجمع ليا المعن غادي يكثروا غتعمر الدنيا، ومني غادي نجي من بعد باش نغسلهم غنعكز، يعني غيبان ليا الدنيا عامره غادي نقول حتى الصباح، وفي الصباح عاوتاني لقيتهم فوجي غنبدا نهاري ماشي هو هذاك. فكل ما حيدتوا عليكم اتعاب الصباح في المساء كل ما غادي ترتاحوا وكل ما غادي يصبح صباحكم زوين. ونسيت البنات البيض بقى تحت من الطبله من بعد ما دخلت قبيله، خليته تحت الطبله ونسيته، بديت كنمسحها كاع تبان ليا دابا. غادي نحيدو نمسحو بسرعه نوضعو في العلبه ديالو وندخلو للثلاجه. وبالنسبه للبيض راني وليت غير كنمسحو ما بقيتش كنغسلو نهائيا من بعد ما بزاف منكم قالوا لي ايمان ما تبقيش تمسحيه ما تبقيش عفوا تغسليه، فوليت كنمسحو فقط بواحد الكتانه شويه هكا فازقه وصافي غادي ندخلو للثلاجه في المكان ديالو. واخر حاجه البنات كنديرها في المطبخ قبل ما كنخرج في المساء هي الاله ديال غسيل الملابس. يوميا خصني نصبن في المساء باش في الصباح البنات غير كنفيق كنلقاهم يعني في الغساله. بزاف ديال البنات كيقول لي ايمان واش ملي كتحلي وكتخليهم الليله كامله في الغساله واش ما كيطلقوش الريحه الى اخره؟ فالبنات ما كيطلقوش الريحه نهائيا، دائما يعني دوبي توجور دائما كنصبن في المساء وفي الصباح عاد كنشرهم، عمرهم ما طلقوا لي الريحه اولا بقى فيهم ريحه الماء حتى شي حاجه. البنات كيبقاو فريمون فيهم ديك الريحه ديال المنظف او عفوا المعطر اللي كندير في الاله وصافي. هكذا كنربح الوقت وفي الصباح غير كنفيق كنشرهم عاد كنخرج من بعد. صافي هنا تقريبا بدات ساليت كل شيء. في نفس الوقت كنحاول نرجع للمعينات اللي نشفوا المكان ديالهم، الا حيدت عليا هكا غير شي شويه راه مزيان. وغادي ندير واحد الكويس ديال لاتيزان اللي كنبغي ناخذو دائما في المساء البنات، لانه في نفس الوقت كيسخن وفي نفس الوقت سي ريلاكسون يعني زوين بزاف. لاتيزان اولا الشاي الاخضر هو اللي كناخذ انا عاده ديال ليبتون. وصافي هادشي اللي كاين، وتقريبا كلشي رجعته للمكان ديالو، كلشي هو هذاك، ما بقى ليا غير نخرج من المطبخ. وكيف ما العاده في قبل ما كنمشي نعس كنطلق هكا واحد الشميعه فيها واحد الريحه هكا كتحيد ليا كاع دوك الشوائب ديال النهار كامل، تحيد ريحه الماكله الى اخره، وفي نفس الوقت كتخلي ليا واحد الريحه زوينه في الكوزينه.
كنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم تكون نال الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. لايك ديالكم لي كومونتير دائما تفرحوني وكيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا فكره جديده وموضوع جديد. تنقول لكم الى اللقاء.